شريهان يوسف داود صالح من قرية عسير القبلية، بنسق حدائق منزلية طبعا داخلية وخارجة، بشتغل في إنتاج الصباريات بالورود الموسمية اللي هي مثل الأشياء الحولية اللي بالربيع وبالصيف وبالشتاء. صراحة هي من وأنا صغير يعني بمارس هذا الإشي، يعني بزرع الورد في البيت عند أهلي وبمارس هذا الشغل، وعلى كبر اكتشفت أنه بحب هذا مجال الزراعة. اتجهت لأنه أدرس زراعة، بس ما كانت الظروف السياسية بتسمح لأنه ما كانش عندنا فرع زراعي بالمنطقة. فبعد ما انهيت التوجيه الأدبي اتجهت لأنه أخذ دورات بوزارة الزراعة عن طريق مهندسين ومهندسات، ومن ضمنهم شمس السرطاوي. من خلال الدورات اتوجهت لشركة زراعية واخذت فيها دورات ومارست هوايتي. من خلال الممارسة عملت مشروع الزراعة صغير ببيت أهلي، من خلاله بلشت أشتغل بالمشروع أشتغل بالشركة، ومع الوقت طورت مجال شغلي. أول شيء هوايتي، ثاني شيء حسيت حالي رح أبدع بهذا المجال، ثالث شيء أنه مشروع نادر عندنا بالمنطقة مش موجود ولقيت فيه إقبال عليه هذا الإشي، أنه أهلي دعموني يعني كمعنويا يعني أنه أكمل بهذا المجال، وأبوي اعطاني قطعة أرض عندهم جنب البيت وعملت عليها مشروع وبلشت شغلي فيه. لا أهلي عادي يعني مرة بالسنة بزرعوا الأشياء المحاصيل الزراعية اللي هي مثل القمح الشعير هاي الأمور، لا ما كنت أشتغل بهذا المجال، مش ميولي. أنا ميولي كان الورد والأعشاب الطبية والنباتات الزين. ما درست زراعة، بس الموضوع ما أخذته هواي، من خلال تدريب عن طريق المهندسين بوزارة الزراعة ومن خلال تدريبي بالشركة الزراعة وممارسة العمل. ساعدني أني طورت خبرتي هوايتي، من خلاله ابتدأت مشروع البسيط إلي، وبعدها صرت أطور بحالي شوي شوي، يعني أنه أبني حالي شوي شوي اعتماد على نفسي. بعد ما أنهيت الدراسة الثانوية العامة بلشت أخذ دورات بالشركة الزراعية بدير شرف، ومن خلال الدورات هذا تعرفت على مؤسسة فرنسية اسمها بريمر، هم اللي شجعوني طبعا بمجال إني أفتح مشروعي الخاص من خلال إنهم يساعدوني بمنحة زراعية. خلال فترة التدريب كنت أشتغل بالشركة أتدرب، وخلال فترة التدريب هاي عملت مشروع خاص في يعني عن طريق المؤسسة هاي وعن طريق وزارة الزراعة عن طريق مهندسة زراعية اسمها شمس السرطاوي بالوزارة، كنت أتدرب يعني هي تشرف على تدريبي. وخلال هاي الفترة بلشت ببيت بلاستيك صغير مساحته 80 متر في بلدي اللي هي عسير القبلية عند أهلي، بلشت أمارس هواياتي وأطبق الأفكار اللي بتخطر ببالي بهذا المشروع. من خلال هذا المشروع بلشت أنمي بهوايتي، أشتغل بالمشروع وأشتغل بالشركة. بعد فترة بعد ما تزوجت إنه انتقلت على بلد تاني ونقلت شغلي عليها، وبلشت شوي شوي أكبر بشغلي، وبعدها شفت إنه المنطقة مش مناسبة لشغلي فانتقلت على بورين. عملت مشروعي بلشت بتدفئة زراعية مساحتها 150 متر، وبعدها شفت إنها مش كافية لازم أكبر على المشروع ليكون المشروع عندي أكبر وأنجح،
نزفت بيت بلاستيك على المساحة الموجودة عنده، وبلشت أشتغل نباتات زينة وأعشاب طبية وأشتال خضرة ونباتات زينة حولي بشكل عام. مساحة المشتل عندي حالياً تقريباً 450 متر، فبعدها بسنة شفت إنه الإشي مش كافي، فخطر ببالي مشروع الصباريات، فحبيت أجرب. يعني كان الموضوع بالبداية إنه تجربة يعني ومزحة من قبل إحدى التجار، يعني إنه شجعني هو يعني بالبداية، وبلشت شوي شوي من خلال الموضوع هذا كبر بشغلي بالصبار. قلت انه موضوع الصبار مشروع نادر مش موجود عندنا بالمنطقة ولازم اكبر شغلي بهذا المجال، فبلشت اشتغل على هذا الموضوع من تقريبا من سنة ونص انه اشتغل بمجال الصبار واكبر فيه. من خلال هاي الامور بلشت شوي شوي لحد ما مثل ما انت شفت الوضع عندي بالمشتل. في معي صبية كمان من البلد بتشتغل معي، المشروع ما بديره لحالي طبعا، انا وياها للصبية، برجع الفضل إلها ولصبايا تانية بتشتغلوا معي من ضمنهم واحدة من خواتي. ما بحب اكون مديرة على حدا، احنا ايد واحدة، يعني ما بحس حالي اني انا صاحبة مشروع وبفرض عليهم السلطة، بالعكس ايد واحدة ومتعاونة. بسوق منتوجي من خلال تجار في نابلس والقرم قلقيلة والقرى المجاورة لنابلس وقلقيلة والكرم، من خلال برضو موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنا بعرض المنتوج الليلي على الصفحة بشوفوا عندي التجار بطلبوا المنتوج. لا طبعاً بتابع صفحات على اليوتيوب، بتابع فيديوهات بحضرها من خلالها بطور شغلي، إنه بحضر فيديوهات لمهندسين زراعيين بستفيد منهم كثير سواء من داخل فلسطين أو من خارج فلسطين. كمان من خلال مواقع الصفحات على اليوتيوب بفتح عليهم بحضر طرق مثلا تكاثر الصبار، طرق العناية فيه، طرق إنتاجه. المعرض اللي احنا هان حاليا موجودين فيه هذا بيساعدني في عرض منتوجاتي اللي بشتغلها بقرية بورين، بعرضها هون بالمعرض عندي. برضو من خلال عرض هاي المنتوجات عندي بتجيب لي زباين على شغل بورين، انه كيف انه بيجي عندي مثلا تاجر بيحكي لي عندك موجود من هاي كمية بالمحل الثاني، بحكي له يعني منتوجي اللي بشتغله بورين بعرضه هون من المعرض، من خلال عرضه بالمعرض بسوقه. لا ما حصلت على دعم من اي حدا، الشغل اللي انتظرتوني فيه هذا من تعبي الخاص، يعني انا اشتغلت على حالي وانتجت هذا الشغل. الصعوبات اللي كنت اواجهها بالاول انه المواد الخام كنت احصل عليها بصعوبه، كانت بفترات طويله تنقطع ونوقف عن الشغل، والصعوبات اللي بواجهها انه كمان مش كل شيء بدنا نشتغله باللا قيمه توفر عنا. يعني مثلا عندنا كثير امور بشتغلها انا بمجال الصبار كنت اواجهها انه ما في بذورات عندنا بالمنطق، بذورات الصبار او بمعنى ثاني متوفره بس مش كل الاصناف، وده بدها تتوفر برضه سعرها كثير باهظ يعني كثير غالي،
فأنا مثل ما شفت عندي بالمشتل بحاول أنتج إميات صبار من كل الأصناف وتكون الأساس موجود عندي بالمشتل، يعني ما ألجأ لا لشركة ولا لتاجر أشتري منه البذورات أو أنه أستوردها، يكون المادة الخام موجودة عندي للشغل. فترة دوامي بتكون فترة دوام الصبحيات بنشتغل من الساعة 7:30 للعشرة 10:30، يعني طبها للـ 11. في صبية تانية بتستلم محلي بالشغل بتداوم معي الصبح وأحياناً تتأخر لبعد الظهر. بجن هون بداوم بالمعرض تقريباً الساعة 11:30 حسب شغلي بالمشتل طبعاً، وحسب إذا في عندي طلبيات بطلعها برا المحل. بداوم هون للساعة 3:30 4 بالعادة. بعدها برجع كمان بداوم ساعتين عندي بالشغل الثاني. هم طبيعة عملي بنسق ورد داخلي، يعني ببيعه جاهز بالفازات أو بقوير صغيرة، وبنسق ورد صناعي وصبار صناعي مثل ما أنت شايف عندي بالمعرض. الأكثر طلب هان عندي بأيام الربيع والصيف الورد الداخلي والخارج الطبيعي. بالشتاء بخف الطلب عليه عشان الجو والبرد ما بتحمل عنا بالأجواء هاي، شغلات كثيرة ما بتتحمل عنا أجواء البيوت أو أجواء الحديقة، فبخف الطلب عليها. وبيكون البديل الثاني انه نشتغل بالوردة الصناعي والصبار الصناعي. عندنا بالفترة الشتاء اكثر اشي بيكون الطلب عليه بمجال الزراعة اللي هو الاعشاب الطبية واشتال الخضرة مثل الخس والزهرة والملفوف والبذور وهاي الامور. طموحي لقدام إن شاء الله بالمدى البعيد بعد مشيئة الله طبعاً إنه أكبر شغلي أكثر من هيك، ويصير عندي مزرعة صبار كبيرة بالمستقبل ومنتجات زراعية ثانية، وبطمح لقدام يكون عندي شركة زراعة، يعني إنه مش بس أشتغل داخل المدينة اللي أنا فيها، إنه أسوق لدول ثانية.